السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغاية. في البداية بحب أقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. النهاردة إن شاء الله الموضوع مهم جدا. الزغلول اللي أنا كنت مطلعه من الحصوايا اللي هو كان هيتكبس، طبعا عايش دلوقتي، وبعد كام يوم لقيت داخل البلكونة لقيت حاجة غريبة، لقيت الدكر والنتاية بيضربوا بعض على الزغليل بيتخانقوا عايزين مين اللي يأكلهم، والدكر دايس على رقبة الزغلول والزغلول بيفرفر. طبعا ما لحقتش اصور الكلام ده لان لو صورته كان الزغلول مات. طبعا انا شلت الدكر من على الزغلول بسرعه ومسكت الزغلول عدلته، بدا يتنفس وبقى ايه كويس. طيب المشكله دي حبيت احلها، يعني لاحظتهم لقيت ان هم كل ما يجوا ياكلوا يتخانقوا، النتايه مش عايزه تقوم من على الزغليل، والدكر طبعا عايز يروح ان هو ياكلهم، فدايما بيضربوا بعض، تلاقي الزغلول متعور. طبعا حطيت لهم طاجن تاني وحطيت زغلول في طاجن وزغلول في طاجن بحيث ان هما كل فرد فيهم ياكل زغلول. طبعا الكلام ده ما نفعش معاهم، بقوا برضو بيتخانقوا على الزغلول في الطاجن الاساسي والزغلول في الطاجن التاني اكنه مش موجود. فجبت كرتونه ورحت فاصل بيها العين، العين عندي كبيره، فصلت بيها العين قسمتها نصين وحطيت في كل نص زي ما انتوا شايفين طاجن وفي زغلول. بعد شويه لقيت النتايه برضو بتعدي من الكرتونه وبتروح للطاجن الاساسي التاني، فطبعا يعني مشكله، مش ينفع الواحد هيقعد حرسهم على طول. انا بصراحه بقيت اعمل ايه، يعني خلطتهم تاني مع بعض ولقيتهم ان هم بيبقوا كويسين شويه وبيضربوا بعض شويه، بس طبعا الزغلول ممكن تموت في اي لحظه. المهم انا بقيت اعمل ياخد الدكر النهار كله اخليه في عين لوحده واخلي النتايه هي اللي ايه تقوم بتاكل الزغلول النهار كله. برجعه مثلا على الساعه 5 ساعه لما بحط لهم الكلفه، بكده بتكون النتايه تعبت فبتضطر ان هي تقوم وتسيب الدكر ان هو ايه يرقد على الزغلول شويه او ياكلهم عشان اتلافى المشكله دي، لان لو سبتهم مع بعض طول النهار ممكن الزغلول ايه تموت. طيب المشكله دي ايه سببها وايه حلها؟ المشكله دي حصلت معايا قبل كده في جوز، كان نفس الطريقه، وقت ما يجي الزغلول تطلع من الحصى النتايه مش عايزه الدكر يجي ناحيه الزغلول خالص، عايزه هي اللي تقعد النهار كله عليهم، والدكر طبعا عايز يروح ناحيه الزغلول ياكلهم فبيضربوا بعض. طبعا الزغلول بتتعور، بيدوسوا على الزغلول، وده سبب برضه من موت الزغليل. يعني ممكن انت ما تاخدش بالك، ومثلا لو الحمام عندك في عشه او في حاجه بعيد عنك وانت مش موجود تيجي تلاقي زغلول ميت، ما تعرفش مات من ايه والحمام صحته كويسه، بيكون ان هم اتخانقوا بيتخانقوا مع بعض وضربوا بعض، وفي وسط الخناقه بيدوسوا عليه، فطبعا هو بيكون صغير ما بيستحملش، تلاقيهم دايسين على الرقبه بتاعته فدقيقه كده ما يستحملش يتنفس فيموت. المهم الحل مع السبب بيكون ان الحمام يعني مش واخد بعضه على حب. الحمام طبعا بيحب، يعني الحمام لو لاحظت اي جوز هتلاقيه مثلا الدكر وانت قاعدين كل شويه يبصوا في بعض مش عارف ايه، بيقعدوا جنب بعض في الطاجن، في نوع في جوز تلاقيهم صحيح متجوزين بس زي ما يكون كل واحد كده مع نفسه، فطبعا الكلام دوت بيأثر على الزغاليل. طب حله ايه؟ لما حصل معايا قبل كده فادتهم، يعني خدت الجوز دوت رحت فصله من بعضه ورحت مدي الدكر دوت لنتاية تانية ورحت مدي النتاية ديت لدكر تاني، وطبعا الحمد لله اشتغلوا وبقوا زي الفل وما بقوش يعملوا كده مع التاني بتاعهم الشريك التاني بتاعهم. طبعا لان دي بتبقى هو يعني سبحان الله، يعني زي اتنين اتفقوا مع بعض او اختلفوا، برضه في الحمام فيه الكلام دوت. زي ما قلنا انت بتسيبهم يكبروا الزغلول الاول، بس انت بتبقى ايه عينك عليهم بحيث ان هم ما الزغلول دي ما تموتش. يعني لو تقدر تخلي الدكر لوحده، انا بخليه لوحده النهار كله وبعد كده برجعه اخر النهار، وبعد الزغلول دي ما تكبر وتعتمد على نفسها بتقوم انت مفاديهم ومجوز الدكر لنتايه تانيه والنتايه لدكر تاني، وان شاء الله يبقوا زي الفل.
دي وردة بتحصل في الحمام كتير، وهو حلها انك بتفاديهم وتغير الحمام، وبيجي مع التاني بيبقى كويس بإذن الله. زي ما قلت لكم حصل معايا قبل كده، وبعد كده اشتغلوا كويس. بيبقى زي ما يكون الذكر وانت مثلا مش متفاهمين، بس انت لازم تبقى عينك عليهم، يعني ما تعديش الحكاية دي وما تصبرش عليها، لان هي بتكون سبب كبير في موت الزغاليل، واحنا طبعا مش عايزين نخسر زغاليل كل شوية. طبعا شوفوا دلوقتي هما الزغاليل صغيرة زي ما انتوا شايفين، انا مخلي النتاية بس الدكر شايله. طب لما الزغاليل تكبر شوية، هل هيفضلوا يضربوا بعض ولا هيبطلوا حكاية الضرب ديت؟ هوريكم دلوقتي. شوفوا دلوقتي الزغاليل كبرت اهيت ما شاء الله، وبتلاقي برضو نفس الكلام. هو العيب عادة تقريبا بيكون في النتاية، ان هي مش عايزة الدكر يجي ناحية الزغاليل، فنفس الكلام. هو يعني هي الوقت ما بتقدرش تحكم العملية أوي، لأن الزغاليل كبرت وهي بنفسها بتروح للذكر، لكن في نفس الوقت برضه من الوقت للتاني بتحاول إن هي تضربه وتبعده عن الزغاليل. طبعا هو لما كبروا الوقت مش هتأثروا أوي، يعني مش لو الذكر وقف عليهم أو النتاية مش هيموتوهم، لكن في نفس الوقت برضه ممكن يتعوروا. وده بيقولك إن هما دول مش هينفعوا مع بعض تاني، يعني خلاص هما الذكر والنتاية دول كده اخرهم مع بعض. فطبعا زي ما قلنا في الاول لازم تفديهم وتلاقيهم مع حمام تاني، ذكر مع نتاية تانية والنتاية مع ذكر تاني، وان شاء الله باذن الله يكونوا كويسين. طبعا احنا بنوري التجارب بحيث الناس تستفاد من التجربة، يعني ان هي بدل ما انت تخسر زغاليل لا تبقى شفت الحكاية دي حصلت وتعرف حلها ايه. لو شفتهم عندك ذكر وانت بيضربوا بعض على الزغاليل الصغيرة، تعمل زي احنا ما عملنا، تبقى وفرت وقت ومجهود. لو في أسئلة أو استفسارات يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.